الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا إن قلت ما الحكم لو نهاه والداه عن صومهما؟ ما الحكم لو نهاه والداه عن صومهما؟ وهذا يسأل عنه الكثير، فإن رحمة الوالدين قد تحملهما على النهي لولدهما أن يصوم هذه الأيام، لا سيما في شدة الحر أو الذهاب للمدرسة، فهل يطيعهما؟ الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن طاعة الوالدين واجبة بشرطين. الشرط الأول أن يأمراك بما فيه مصلحة ومنفعة ترجع لهما، الثاني أن لا يكون في أمرهما ضرر عليك. فأي أمر أمرك به والداك تضمن هذان الأمران فاعلم أن تنفيذ أمرهما من واجبات الله عز وجل عليك، وأن التخلف عن تنفيذ الأمر مع توفر شرطه من جملة العقوق. وفي هذه الحالة لو أن الولد لم يطعهما واستمر في صيامه فلا حرج عليه في ذلك، ولا يعتبر مخالفا لأمر يجب عليه فيه طاعتهما إذا لم يكن ثمة ضرر عليه، وإنما الرحمة الأبوية هي التي حملتهما على النهي. فإذا لم يكن معطلا لحقوقهما بالصوم، ولم يكن مؤثرا صيامه على قضاء حوائجهما والإحسان إليهما، فلا يلزمه في هذه الحالة طاعتهما، ولكن لا ينبغي له إظهار الصيام أمامهما، فالصيام عبادة سرية يستطيع الإنسان أن يخفيها عن غيره. لكن لو أنه لم يطعهما فلا يكون عاقا ولا مخالفا لأمر والديه، لأن الشرطين لم يتوفرا، فليس في أمرهما بتفطيره مصلحة لهما، وليس في صيامه ضرر عليه.